مرحبا. اليوم كانت الحلقة الأخيرة، أعتقد الحلقة الأخيرة في الاستماع للدكتور حسن التازي، وجلسة اليوم كانت حاسمة، وكانت جلسة ديال المكاشفة. وما عينتم، وأنا أقولها دائما، أنكم كنتم تعينون، حتى لأن تصريحاتي أنتم يعني شاهدون عليها. اليوم الدكتور حسن التازي في لحظة من اللحظات لم يكن متهم يدافع عن نفسه، وإنما كان شخصا يساعد المحكمة للوصول للحقيقة، لذلك أجاب على جميع الأسئلة بتلقائية، ولم يتمالك نفسه في عديد لحظات، وكان يجهج بالبكاء لأنه يعني الوضع الذي كان فيه لا يحسد عليه. الملف طرحت المحكمة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف. فيما يخص المكالمات، أؤكد وكما عيتم ذلك أنه لا توجد أي مكالمة خاصة بالدكتور حسن التازي، ولا توجد أي رسالة نصية خاصة بالدكتور حسن، ولا توجد أي رسالة صوتية خاصة بالدكتور. المكالمات التي عرضت هي تهم أشخاص آخرين لهم ارتباط بالملف، كان يعطي تقييمه لها وانطباعه عليها، وأكد للمحكمة أن الوقائع الواردة فيها لم يكن له علم بها، وأن علم بها كما علم الجميع عندما حرك هذا الملف، وأكد أن مضمونها لم يكن له علم به بالبات والمطلق. وهذا ما أكده حتى أصحاب المكالمات لما نادت عليهم المحكمة وسألتهم هل هذه الوقائع التي كنت تتحدثون عنها للدكتور حسن التازي علم بها، أكدوا بأنه الدكتور حسن التازي لم يكن على علم بالبات والمطلق بوقائع الملف. هذه المسألة الأساسية. المسألة الثانية هو أن اليوم كما يقال تمخض الجبل فولد فأرا، تمخض الجبل فولد فأرا. اليوم هذا العنوان العريض الكبير العجيب الغريب الذي يعطي هذا الملف نتيجته كم؟ نتحدث عن 10 ملفات قيمتها 50,000 درهم، 10 ملفات من حصيلة ديال 200,000 ملف التي كان الدكتور حسن التازي ومصحة الشفاء شرف إجراء عملية الطبيب بخصوصها. 10 من 200,000، يعني قال أنه حتى لو افترضنا الخطأ نسبة الخطأ في 200,000 المفروض تكون أكثر من هذا الشيء، وقال أنه ما وصلت الدرجة هذه هو 10 ملفات من 200,000 ملف. واحد، اثنين، قيمة هذه الملفات اللي اليوم كانت حاسبوا عليها وللناس وراء القضبان بخصوصها. فالعشر الملفات 50,000 درهم، لقسمت هي 50,000 درهم على هذه الملفات كلها، يعني ما عرفتش المبلغ شحال غادي نوصل. 5,000 درهم، قال أنا لست بحاجة لذلك، 5,000 درهم يتوفر على 5 مصحات، محتاج هذا الرجل 5,000 درهم يمشي يتعفف الناس يمد يده باش ياخذ 5,000 درهم؟ لا يقول عاقل بذلك. قال بأنه حتى تكون تصل المعلومة الصحيحة، قال أنه 36 شخص الذين تبرعوا، هذا 36 شخص 6 أشخاص الذين كان لهم تعامل مع المصحة، وكلهم توصلوا بوصولات أداء عن المبالغ التي أدوها. المبالغ التي أديت خارج المصحة وبدون علم المصحة فلم تتوصل بها المصحة أصلا. إذن في هذا المجموع ديال 36، ولكن قال شيء آخر اللي هو مهم، هاد 36 شخص هل يعني الكذوبه اللي تعطات على اساس هاد الناس راه كيتصلوا بالمصحه وكيعيطوا لهم؟ ادلى للمحكمه من خلال المحاضر العمل ديال الضابطه القضائيه نفسها ان لا توجد ولا مكالمه واحده بين من هاتف المصحه مع هؤلاء الاشخاص. رقم واحد شخصي لشخص معين والذي كان يتصل وليس بهاتف المصحه، هو رقمه الشخصي، بمعنى ان المصحه لم تكن لها اي يد في هذه الاشياء ولم يكن لها علم بهذه الاشياء، والدكتور التازي لم يرخص لاي جهه بان تنوب عنه في هذه الاشياء. صحيح عاينتم انه السيد الوكيل العام لما كان يطرح الاسئله كان جواب الدكتور حسن التازي اشكرك السيد الوكيل العام على هذا السؤال، بمعنى ان اليوم عاينا اننا امام نيابه عامه لا تبحث عن الايقاع بهذا الشخص، لا تبحث عن، هي صحيح تدافع عن متابعتها وتسعى الوصول للحقيقة، لأن النيابة العامة هي 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 طرف في الخصومة أولا، وهي تمثل المجتمع، والدكتور حسن التازي فرد من أفراد هذا المجتمع. لذلك اليوم تعاملنا مع النيابة العامة على هذا الإطار، ولم نضعها كخصم في هذا الملف، لذلك يعني أسئلتها أجبنا عليها بصدر رحب، وكانت لنا أجوبة على جميع الأسئلة التي طرحت من طرف السيد الوكيل العام بواسطة المحكمة. وأنا سأعطيكم رأيي كمحامي، أما رأي المحكمة يبقى يعني خاص بها، القناعة الخاصة. قناعتي كمحامي، وأعتقد أنكم قناعتكم أنتم كذلك كمتابعي لهذا الملف اليوم واحدة، هو أن الدكتور حسن التازي لم يجرم، والشخص الذي لا يجرم لا أعتقد أن يدان. اليوم أنا نقول لكم للأسف هناك أشخاص عديدين وراء القضبان
بعد مرور سنة وسنتين وثلاث يحكمون بالبراءة. هذا من عوائق العدالة في هذا الوطن.